السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايين لكم معلومة إن شاء الله هتفيد الكل، وإزاي تكسب من اليوتيوب، إزاي تقبض من اليوتيوب. ماشي، هتتابعوا معانا الفيديو إزاي تجيب 100 ساعة في اليوم، إزاي تفعل قناتك خلال 3 شهور. 3 شهور تفعل القناة، 1000 مشترك، 4000 ساعة. تابع معايا الفيديو للنهاية وان شاء الله هتستفاد، وما تنسناش في لايك وشير لو الفيديو عجبك، ولو في حاجه، في اي معلومه عايز تعرفها اكتبها لي في التعليق وهنرد عليك. الفكره مضمونه 100%، انا جربتها بنفسي. انا دلوقتي القناه بقى لها 71 يوم، اول فيديو منزله من 71 يوم، والحمد لله القناه بتاعتي اتفعلت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، احنا كده على القناة بتاعتنا ده خلال 28 يوم 912 ساعة، ده خلال 90 يوم 1200 ساعة، ده خلال 7 ايام. يعني كل حاجة قدامكم. اول حاجة نجيب المتصفح ونجيب ضيف، اضافة ضيف اللي هو يبقى كده لازم يكون رسم علامة ضيف، وناخد كوبي للرابط بتاع القناة بتاعتنا، ونروح نحط الرابط. لازم يكون هنا نافذ ضيف، نافذ ضيف بالعربي. نخش نجيب الفيديوهات، وبعد كده نعمل تشغيل الكل. يا رب نكون استفدنا ماشي معاكم واحدة واحدة. هنا بص، عشان النت ما يخلصش معايا، هنعمل نقلل جودة الفيديو، نخليها اقل حاجة 144، ما يسحبش اي حاجة. وسرعة الفيديو نخليها اقل سرعة، بطيء يعني، ماشي 0.25. ديت معنى كلمة الساعة. بتعد معاك على اليوتيوب الساعة مشاهدة، بتعد معاك 10 ساعات، لأن الفيديو الساعة بيخلص في 10 ساعات. يا رب نكون